أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا كنا نشهد للصحابة رضي الله عنهم كلهم أنهم في الجنة وهم ماتوا مؤمنين وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، لماذا لا نشهد لأعيانهم بأنهم في الجنة؟ ما نشهد إلا بدليل يا أخي، ما نشهد إلا بدليل، لكن نجزم بأن الصحابة أنهم في الجنة بشهادة الله وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. من مات على الصحبة، من مات على الصحبة، أما من ارتد فهم أهل النار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.